السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلادنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف شوية لكن مهم في الوقت الحالي، مهم جدا في المرحلة اللي احنا كلنا بنمر فيها. محتاجين لطاقة جديدة تدفعنا، محتاجين لطاقة تفاؤل، لطاقة أمل تغير حياتنا. موضوع حلقتنا النهاردة عن فلسفة التفاؤل. ايه فلسفة التفاؤل دي؟ التفاؤل اللي مش مجرد كلمة احنا بنقولها في قاعدة مع بعض، ولا مجرد حوار بيدور خليك متفائل، لا، ده الموضوع كبير وليه أبعاد نفسية وليه أبعاد فلسفية وليه أبعاد أيضا دينية. تعالوا نشوف كده لما نقول يعني ايه تفاؤل. تفاؤل يعني توقع حدوث شيء طيب، توقع حدوث شيء حسن. لكن علماء النفس اتكلموا او تعاملوا مع التفاؤل بشكل تاني خالص. لو ان التفاؤل ده مهم جدا للنفس البشرية، مهم جدا لتطور العقل البشري، مهم جدا ان الانسان يوصل للاهداف اللي هو عايزها، يعني مش مجرد كلمة في قعدة، لا، التفاؤل مهم جدا. تعالوا نشوف كده مثلا لما نيجي نقول روبرت اورنشتاين قال في كتابه، كتاب اسمه الذات السليمة، قال عرف التفاؤل تعريف سيكولوجي نفسي، فبيقول الميل الى البحث عن المواقف السعيدة. يعني احنا اللي ندور عن السعادة، يعني هي مش هتجيلنا، لا، احنا ندور عن السعادة ونبتدي نتوقع الخبرات او الاشياء السارة اللي ممكن تسعد الانسان. طيب، ناس كتير جدا تقول لي انت جايه بتقولي ايه، انت مش شايفه الدنيا حواليكي، مش شايفه اللي بيحصل ده، احنا في مرض واحنا في وباء واقتصاد، ظروفنا ناس كتير ظروفها تعبانه، التفاؤل ايه اللي بنتكلم عنه؟ ايوه، ما احنا لو ما اتكلمناش دلوقتي عن التفاؤل هندخل كلنا ضمن دايره او جوه دايره من الاحباط، جوه دايره من القلق، جوه دايره من الخوف، كلنا خايفين من الفقد، خايفين من الموت، خايفين من العوز، من 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 من, من. كتير قوي، حاجات كتير خايفين منها، محتاجين لحاجة نتمسك بيها، والحاجة دي جوانا وفي عقلنا وفي قلبنا. تعالوا نشوف كده لما نشوف الفلاسفة اتكلموا عن التفاؤل. كمان الفلاسفة لان اعتبروا ان التفاؤل قضية مهمة جدا، وخصوصا التفاؤل والتشاؤم النقيضين. فمثلا في العصر التنويري في اوروبا في القرن ال18 هنلاقي مثلا ان الثلاث اتجاهات ظهرت. اتجاه يقول ان في تفاؤل، وان التفاؤل ان لازم ناخد من الحياة الاجمل ما فيها، وان الخير هو اللي موجود وهو الاعم في الحياة. يطلع تاني اتجاه تاني يقول لك لا، مفيش حاجة زي كده، ده الحياة مبنية على الشرور، ده كلها شرور، شرور الطبيعة، شرور البشر، شرور شرور. يطلع اتجاه تالت يقول لا 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 لا، انا بشكك في كل الكلام ده، فيه يعني ايه، يعني مش مفيش درجة من اليقين تقول ان الانسان يقف ما بين الشقاء وما بين السعادة، محدش يقدر يوصل لده. معنى كده ان فكرة التفاؤل والتشاؤم كانت شغلة الفلاسفة فعلا. طيب احنا بقى وضعنا ايه مع التفاؤل والتشاؤم؟ الانسان المتفائل هتلاقيه دايما يبص للجانب المضيء، للجانب اللي فيه اشراقة. هيجي يقول مثلا والله انا ظروفي مش كويسة بس الحمد لله صحتي كويسة، هيقول والله انا بتعرض لكذا وكذا وكذا لكن الحمد لله في غيرنا كذا، ينظر للجانب الايجابي. دايما نخلي بالنا اننا نشوف الجانب الايجابي. لما نيجي مثلا نلاقي صفات الشخص المتفائل، الشخص المتفائل دائما محب للحياة، شخص اجتماعي بطبعه، هتلاقي طبعا ان فكرة التفاؤل دي لها مستويات. يعني ايه؟ يعني في مستوى من التفاؤل يقول مثلا اني عايز او بأمل في حاجة كويسة بس مش واثق انها تحصل، ده المستوى الاول، مستوى سطحي جدا. يعني انا بتمنى ان حاجة تحصل بس مش متأكد. المستوى التاني عنده امل في انه يحقق اللي بيأمل فيه، وعنده ثقة انه هيوصل للي هو عايزه، وعنده حلول هيبتدي يقدمها، ده المستوى التاني. طب المستوى التالت من التفاؤل، مستوى اعمق مما نتخيل، مستوى مرتبط بالوعي الانساني والروحاني. يعني ايه؟ يعني ممكن المستوى ده بيؤمن بايه؟ يؤمن بان الخير في كل لحظه وفي كل وقت، الخير في كل لحظه وفي كل وقت، وممكن تشوف الخير في المصيبه. يعني ايه؟
تعال احكي لكم كده حكايه بسيطه كده. شخص ماشي في الشارع وعربيه خبطته. الشخص ده حصل له تحتك في الكبد، نقل على المستشفى، هو بعمليه يبتدي يزيلوا هذا التحتك. طيب بعد فتره يجي الدكتور يقول له على فكره واحنا بنشيل في العمليه اكتشفنا ان في ورم خبيث، والورم ده لو كان انتظر شهر كمان كان انهى حياتك. اذا في المصيبه اللي حصلت كان في خير جاي. لو الشخص ده بقى شخص تشاؤمي وقبل ما يعرف القصه دي يقول لك دونا عن الناس كلها اللي في الشارع تختارني انا العربيه وتضربني، قبل ما يعرف ان في خير جوه هذا الشر. اذا دائما ربنا سبحانه وتعالى بيبقى الخير موجود وفي كل لحظه وفي كل وقت، لكن وبيعدي على الصعوبات اللي احنا ممكن نتخيل انها صعوبات. طيب تعالوا نشوف كده الشخصيه المتفائله والشخصيه المتشائمه. هنلاقي ان يعني في الستينات كده تقريبا شركه باتا مثلا راحت عملت فرع ليها في افريقيا، فبعتت 2 موظفين. الموظف الاول بعت كتب رساله للشركه يقول لهم على فكره مش هينفع الموضوع ده هنا خالص، الناس هنا كلها ماشيه حافيه، باتت ايه اللي هتشتغل هنا؟ الراجل التاني متفائل قال على فكره بسرعه بعتوا لنا اكبر عدد كميه من الاحذيه، الناس هنا حافيه واحنا محتاجين هنلبس الناس دي كلها احذيه. ايه ده؟ حتى الموظف في موظف في مجال عمله ممكن يبدع لانه متفائل، بيفكر بشكل ابداعي. بمعنى ان الانسان لما بيكون متفائل بيوصل في مخ بيبتدي يدي اجابات كتيره، يدي حلول كتيره، يفكر بشكل احسن عكس الانسان المتشائم. طيب لو شفنا اثر التفاؤل على الانسان جسديا، بمعنى ان الانسان لما بيتعرض او بيكون حاطط نفسه دائما في حاله من التشاؤم المستمر، شايف دايما الدنيا سوداويه، شايف دايما الحياه كئيبه، ليه اثر؟ ايوه الاثر على الجسم ده بيكون ايه؟ اثر في كل حاجه. زي ايه؟ يعني مثلا تخيلوا ان في المخ حوالي 4000 مواد ماده كيميائيه بتخرج في حاله التشاؤم، ممكن تعمل ازمات قلبيه، ممكن تعمل حتى انسداد في الشرايين، اشياء كتيره جدا ممكن تحصل. تخيلوا ممكن. طب تخيل برضو ان الشخص المتفائل لما بيكون عنده امل وعنده رغبه في الحياه العقل بيفرز 4000 او اكتر من المواد الكيماويه، قادره انها تفتت حصاوي، قادره انها تزيل اورام، قادره انها تغير من كيمياء الجسم كلها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في ايدينا احنا حياتنا، في ايدينا سعادتنا. واحد هناك شايفاه وبيقول لي حياتنا ايه وسعادتنا ايه؟ ما تشوف الدنيا عامله ازاي، ازاي انا ابقى في وسط الازمات دي كلها وعايزين ابقى مبتسم ومتفائل وشايف فيه خير؟ لازم. واحد يقول لي طب انا هحاول ازاي؟ عايز اغير. يعني ايه؟ يعني ممكن الانسان يتحول من متشائم لمتفائل. ازاي ده؟ او ممكن تخيلوا ازاي؟ ممكن يتحول الانسان لانسان متفائل عن طريق ان هو يبدا يكتب النعم اللي هو فيها. مثلا النهارده هبدا اكتب ايه احسن حاجه عملتها النهارده، هلاقي عقلي بيبتدي يفكر انا عملت كذا كويس وممكن يبقى في كذا احسن، ممكن هلاقي ضوء بسيط يبتدي يفتح لي ضوء نور 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 يبتدي يوسع وينتشر ويديني حياة أفضل ويديني أمل في بكرة. عكس الإنسان المتشائم. الغريبة بقى إن المتشائم كمان ليه درجات. يعني واحد تركيزه بنقول عليه شديد التركيز في الطاقات السلبية في التشاؤم، كل حاجة وحشة يركز فيها جدا. ماشي في الشارع عضه كلب يقول لك الكلب ساب الناس كلها وعضيني أنا. عارفين ليه؟ لانه افكاره كلها وهو ماشي متحاسب وحاسس ان الكلب ده ممكن يقضه في اي وقت، فكل الفكره بيفكر فيها بترجع له من نفس نوعه، فممكن يحصل له ده. واحد يقول له انا الدنيا يعني رحت اماكن كتيره ما حدش حصل له الا انا. طب اشمعنى انا؟ المتشائم دايما يقول اشمعنى انا اللي بيحصل لي كده؟ ليه؟ لانه افكاره دايما بيركز دايما في الافكار السلبيه. تعالوا مثلا نشوف المستوى الثاني في التشاؤم. واحد تاني بيفكر بشكل جزئي، بمعنى ان هو يعني او معذره بيعمم الحاله. يعني بنت مثلا جت قالت انا مش هتجوز ابدا. ليه؟ في ايه؟ الحياه كويسه، انتوا مش شايفين نسب الطلاق عاليه
وحتى حياتهم مستمرة، هتلاقي البيوت كلها مشاكل وكلها قلق. جواز ايه؟ لا لا لا، انا مش هتجوز ابدا، الجواز مشروع فاشل. تشاؤم. تشاؤم ليه؟ لانه عمم او لانها عممت وقفلت كل المنافس. طب مش في حالات ناس عايشة كويس وفي حالات كويسة؟ اه بس قليلة. لكن في، طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الانسان لازم يخرج بره دايرة التعميم لهذا التشاؤم. يعني مثلا لما نتكلم عن شخصية اخرى عندها التشاؤم، تشاؤم تكاملي. يعني ايه تكاملي؟ يعني مثلا طالب بيقول لك انا اذاكر ليه؟ عشان يا ابني تنجح وتجيب مجموع وتخش الجامعه. جامعه ايه اللي هخشها؟ انتوا مش عارفين هو اللي بيتخرج بيخش كليه؟ طب هخش كليه. طب عملت ايه؟ هطلع اعمل ايه؟ يبتدي يطلع سلبيات 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 لحد ما يوصل الى حاله من يعني مش ممكن. هذا الانسان بهذه الصوره وبهذا الشكل هو انسان متشائم بشكل رهيب. طيب الاسلام، الاسلام عالج لنا الموضوع بمنتهى البساطه ومنتهى السلاسة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا كان متفائل، كان متفائلا كل حتى الأسماء، يحب الاسم الجميل الطيب الحسن. المدن لما كان يدخل مدينة كان يحب اسم المدينة الحسن الطيب. حتى يثرب كان اسمها يثرب، سيدنا النبي غيرها وسماها المدينة. ليه؟ لأن يثرب معناها من التثريب، من اللوم، من الملام. لم يحبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فغيره. هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة او في عز ازماته صلى الله عليه وسلم كان دائما يتفائل. يعني في عام الحزن مثلا ماتت سيدتنا خديجة ومات عمه وانقلب عليه كل من في مكة وقريش، وكانوا يعني ورأى في هذا العام ما لم يراه في حياته، وذهب إلى الطائف على أمل أن يكون في هداية لهم وفي تغيير، ولكنه عاد وهو قدمه مجروحة مما ألقوه عليه من الحجارة. وبرغم من كده كمل سيدنا النبي ولم يتوقف. سيدنا النبي في الهجرة، في هجرته مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الغار، فأبو بكر بيقول له لو نظروا تحت أقدامهم هيشوفونا، هيشوفونا يا رسول الله. فقال له إيه؟ يعني ايه يعني سبحان الله، كيف برجلين الله ثالثهما، ربنا معانا، لا تحزن فان الله معنا. معنى كده ان الاساس في ديننا والاساس في تفكيرنا وفطره ربنا اللي خلقنا عليها هو التفاؤل، هو الامل، هو ان في بكره. ربنا سبحانه وتعالى في ايات كتيره هنلاقي فيها المعنى اللي بيدل على هذا، على التفاؤل. اتمنى يكون معايا اتصال دلوقتي اتكلم فيه مع مستشارة علم النفس. اتمنى يكون معايا يعني. طيب واضح ان هو الاتصال لسه مش موجود، لكن مفيش ان شاء الله في انتظاره. عايزين نوصل من كلامنا لايه؟ نوصل اننا كلنا في حياتنا بنمر بمصاعب كتير، كلنا في حياتنا أمامنا عراقيل كثيرة. هذه العراقيل تقف أمام الأمل، تقف أمام التفاؤل في غد أفضل. تجربة مثلا عملها أحد الأطباء النفسيين. إيه التجربة دي؟ تجربة على مجموعة من الأسئلة ألقوها على مجموعة من الأشخاص. الأشخاص مرضى على فكرة، الأشخاص دول أساسا مرضى. من سنة كام الكلام ده؟ من سنة 62 و65. وبدأوا يتابعوا حالات المرضى دول حصل لهم ايه. لقوا ان عدد منهم وصل، يعني اجابته كانت اشخاص متفائلة، وعدد اخر اشخاص سلبية او معنى صح متشائمة. بمرور الوقت بحسابات كتيرة بدوا يوصلوا ان الناس دي اللي عندها نسبة من التفاؤل كان سرعة شفائها اعلى، وكان اطول، كانوا اكثر عمرا. الناس اللي عندها تشاؤم شديد كانوا اقصر في العمر. عرفنا منين؟ سنة 94 تابعوا النسب دي من 62 65، سنة 94 تابعوها فلقوا ان هؤلاء الاشخاص منهم معظم اللي جاوبوا اجابات بتدل على تشاؤمهم كانوا اقصر في العمر. يعني ايه؟ يعني معنى كده اننا بايدينا اننا نعيش حياتنا صح، بايدينا اننا نفكر
صح. يعني طيب لما نيجي نقول ان معذرة ان الانسان في حالة من ما بيكون في حالة من التفاؤل، بتكون كل خلية في جسمه بتكون قادرة على التغيير وقادرة على المقاومة، حتى مقاومة الأمراض زي ما قلنا. التفاؤل والتشاؤم، التفاؤل والتشاؤم ضدين لكن محتاجين اننا دايما نخلي بالنا. صفات الشخص التشاؤمي على فكرة تلاقيه انسان ناقد جدا، ينقد بشدة، وكمان ما عندوش حتة الثقة في اي حاجة. هتلاقيه كمان متردد، خايف، ما يقدرش يخش موضوع ويخلصه، خايف ليحصل كذا. طب انا لو دخلت الموضوع ده ما ممكن يحصل كذا، ويبتدي يدور على الاشياء السلبية الموجودة في الموضوع، ما بيبصش ابدا للجوانب الإيجابية الموجودة فيه. لكن الانسان المتفائل يبدأ ينظر للأمور بشكل مختلف، بيبتدي يشوف كل شكل، كل حاجة أو كل موقف إن هو تجربة يدخلها وياخد منها الجانب الإيجابي، والجانب السلبي هيعلمه. طيب إيه الروشتة اللي عايزة أقولها للناس دلوقتي؟ إيه المقصود بكل الكلام ده؟ المقصود بالكلام ده إننا لازم أولا نعرف إننا أو نثق في الله سبحانه وتعالى، ونثق ان ربنا سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى قادر على التغيير، قادر يغير اشياء كتير. بس قبل ما سبحان الله سبحانه وتعالى يغير، لازم طبعا احنا كمان نساعد انفسنا. ما ينفعش ان احنا ما نغيرش انفسنا او نحاول ان احنا نغير في افكارنا. ربنا سبحانه وتعالى انا في حديث القدسي بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، ان ظنت خير فهو له، ان ظن خيرا فهو له، إن ظن شر فهو له. يعني إيه؟ يرجع الكلام ده ينطبق تماماً مع قانون الجذب. ناس كتير ما بتؤمنش بالكلام ده، يقولك جذب إيه وقانون جذب إيه. لا، الكلام ده فعلاً ومجرب، أنا نفسي جربته. قانون الجذب إن أنت الأفكار اللي أنت بتفكر فيها هي الأفكار اللي أنت هتلاقيها. يعني كل ما تفكر فيه تجده، كل ما تحاول ان انت تزرعه في ذهنك هتلاقيه. ازاي؟ اقول لكم على حاجه بسيطه ورشدة سريعه كده. الفكره اللي بتبقى عايزها انك تحققها، الامل اللي نفسك تحققه، نمره واحد، تكرره على نفسك كتير وتقوله لنفسك كتير، تكتبه عشان يستقر في عقلك ويستقر في عقلك الباطن، وبخاصه قبل النوم، لان قبل النوم بيبقى العقل الباطن مستعد تماما لان هو يتشبع بكل ما يطلع عليه، ويبتدي يشتغل عليه ويبتدي يحقق الأهداف اللي هو عايزها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل واحد مننا دائما وأبدا يعلم ويتأكد إن الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يبدل حاله من حال إلى حال. ما تفكرش في اللي فات، وما تفكرش أبدا في اللي جاي، بمعنى إن اللحظة اللي انت فيها هي اللي تفكر فيها. واحد هناك بيقول لي انت عايزاني بقى كده طول الوقت قاعد مبتسم ومتفائل. لا، في حاجة هقولك عليها، احنا عايزين التوازن، توازن التفاؤل. يعني ايه؟ يعني انت في الوقت اللي انت فيه تكون متفائل مع رؤية الواقع ودراسته وفهمه. في الحالة دي هنقدر جدا وبشكل سليم اننا نعيش حياتنا صح. ان شاء الله بإذن الله كلنا نحاول ونقدر اننا نتفائل، اننا ننظر للوجه المشرق، ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. اشكركم، اشوفكم الاسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.